بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل المحاضرة الخاصة بمنهجية تطوير نظم المعلومات، ونتكلم عن مراحل دورة حياة تطوير النظم. طبعا تطوير النظم هو نتيجة لظهور النظرية العامة للتنظيم، والتي تعتبر منهجا يهدف إلى تشكيل مبادئ عامة. طبعا تطوير النظم أو دورة حياة تطوير النظم هي من الأشياء المهمة التي يجب أن نعمل بها من فترة إلى أخرى في تطوير النظم، حيث أن طبيعة العناصر والعلاقات والمكونات في المنظمة تشكل مكونات لنظام أكبر. فالمنظمة والنظم تمر بدورة حياة تبدأ من الولادة وصولا إلى مرحلة التناغص، ولذلك لابد من مراجعة وتدقيق تلك النظم باستمرار تبعا للحاجات المتزايدة، والتي يمكن أن تخلق العديد من المشاكل داخل، وصولا إلى وضع الحلول المنطقية لها من خلال تطوير النظم. طبعا المراحل العامة لدورة حياة تطوير النظم تمر بالمرحلة الأولى، مرحلة تحليل النظام، ثم سوف نتكلم عن مرحلة تصميم النظام، ثم المرحلة التنفيذ. فماذا نقصد بمرحلة تحليل النظام؟ يقصد بتحليل النظام دراسة النظام الموجود من حيث البيانات. يعني عندما نقوم ببناء نظام أو نقوم بتطوير نظام، إما بناءه من الصفر، نظام جديد، لأن يوجد نظام جديد، أو أنه في نظام قائم، نقوم على عملية تحسين هذا النظام وتطويره. ما هي المبررات لتحليل تحليل النظام؟ طبعا تقوم دائرة النظم قبل البدء بتحليل النظام بالتعرف على الأسباب الموجبة لتحليل هذا النظام، ويمكن التوصل إلى ذلك عن طريق المقابلة. طبعا فهناك طرق كثيرة للمقابلة، وتتمثل أسباب تحليل النظام في الآتي. أولا، النظام غير فعال، قد يكون النظام الحالي ضعيف لتحقيق الأهداف المتوخاة، مما يعيق عمل الإدارة، يدعو إلى التفكير في تحليل النظام للوصول إلى نقاط الضعف، ثم السيطرة عليها، ثم العمل على دعم هذه الوظائف التي كانت ضعيفة لتحقيق وظائف أكثر فعالية. إذن النظام غير إيش فعال. النقطة الثانية، ظهور متطلبات جديدة قد تظهر في المنظمة عجز في النظام الحالي، يتطلب منا القيام بتطوير هذا النظام، ولذلك نقوم بتحليل النظام للوصول إلى هذه المشاكل. أيضا كظهور أيضا تكنولوجيا جديدة، بمجرد ما تظهر تكنولوجيا متقدمة جديدة، سواء كانت هذه التكنولوجيا في الأجهزة أو البرمجيات الإدارية، تدعونا إلى التفكير في الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. السبب الرابع، إجراءات التحسينات الشاملة في النظام. تسعى الإدارة إلى إجراء دائما تحسينات شاملة، سواء في تشغيل أو معالجة المعلومات، والتي سبقا أعدت في فترات سابقة، لذا لابد من إجراء تحسينات عليها بشكل يجعلها تواكب التطور السريع الحاصل في مجال نظم المعلومات. طبعا في مرحلة تحليل النظم، فإن محلل النظم، طبعا محلل النظم هؤلاء أعلى درجة من الأهمية، يعملون باستمرار مع المديرون ومع لجنة توجيه نظم المعلومات الإدارية لتحديد النقاط العامة والمصيرية في النظام، ويبين الشكل مراحل تحليل النظام. طبعا هذا الشكل يبين مراحل تحليل النظام. طبعا عندنا من خلال الشكل محللي النظم والمدير ولجنة توجيه نظم المعلومات، ثم إعلان دراسات النظام، ثم تنظيم فريق المشروع، تحديد الاحتياجات المعلوماتية، معايير أداء النظام، ثم إعداد تصميم، ثم إجازة أو عدم إجازة تصميم هذا المشروع أو النظام. ما هي خطوات تحليل النظام؟ قلنا أول خطوة الإعلان عن دراسة النظام، هؤلاء حاولوا يقروها، الإعلان عن دراسة النظام يقروها، ثم
تنظيم فريق المشروع، تحديد الاحتياجات من المعلومات. طبعا الاحتياجات من المعلومات، من أين يتم تحديد هذه الاحتياجات؟ عن طريق عدة طرق، إما الملاحظة أو المقابلة أو السجلات والوثائق أو الدراسة المسحية أو دراسة البرامج أو الإجراءات أو التقارير. وتعتبر المقابلة من الطرق المهمة في جمع المعلومات. لذلك في هناك سؤال في نهاية الكتاب، في نهاية هذا الفصل، أنه تعتبر المقابلة من الطرق الهامة في لتحديد الاحتياجات المعلومات. الأسباب التالية، ما الأسباب التي تجعل المقابلة من أهم الطرق؟ أنها تؤمن فرص بمسارين للاتصالات، تخرج اندفاع نشيط للمشروع سواء مختصي النظام المستخدمين، تعمل على تأسيس الثقة بين المستخدم ومختصي النظام، تزيد من فرص المشاركة حتى ولو كانت وجهات نظر متعاكسة. ويتم في مرحلة تحديد الاحتياجات المعنية إعداد خرائط التدفق. خرائط تدفق البيانات تتكون خرائط تدفق من 4 عناصر: المعالجة، ثم مخزن البيانات، تدفق البيانات، الكينونة الخارجية، تحديد معايير أداء النظام. إعداد مقترح أو مخطط التصميم، بعد أن يقدم المحلل النظام النظم ما سبق من خطوات، فإنه يضع ذلك تحت تصرف المدير لإجازته أو عدم إجازته، قبول أو رفض المشروع المصمم. ثم مرحلة التصميم، في مرحلة التصميم، الآن المرحلة الثانية هي التصميم، يتم تفاهم النظام الموجود ومتطلبات النظام المرغوب فيه. فريق المشروع يتفهم أو يفهم ما هي مكوناته، ويحدد ما هي العناصر النظام الجديد. طبعا مفهوم التصميم وتحديد المعالجات والبيانات المطلوبة من النظام الجديد، وتحديد الأنواع المتخصصة من التجهيزات والبرمجات اللازمة للنظام الجديد. هذه هي مرحلة التصميم. طبعا الشكل التالي وضح هذه العناصر، الذي هو محللي النظم، المدير، لجنة التوجيه، نفس العناوين السابقة. إعداد التصميم التفصيلي، تحديد بدائل نظم مكونات النظام، ثم تقييم بدائل مكونات النظام، اختيار أفضل تكوين، إعداد مقترح التنفيذ، ثم إجازته. هذا كله تقرأ وتحاولوا تقرأ وقرأه. خدوات مرحلة التصميم، إعداد التصميم التفصيلي للنظام، ثم هنا الأدوات، اطلعوا علي هذه الأدوات لأنه ما معنا إلا وقت قصير. مخطط تدفق بيانات النظام ومعالجته، اطلعوا على هذه الرسمة وهذه الرسمة الأخرى، دي تبين مخطط تدفق البيانات النظام ومعالجة الأوامر من باب المعرفة. ثم تحديد بدائل مكونات النظام، تقييم بدائل تكوينات النظام، اختيار أفضل تكوين، ثم إعداد مقترح التنفيذ. في المرحلة يعد المحلل خطوات عريضة لمقترح التنفيذ. طبعا في مقترح التنفيذ أو يحوي هذا المقترح التنفيذ على ملخص تنفيذي، مقدمة، تعريف المشكلة، أهداف النظام والقيود، معايير الأداء، تصميم النظام، ملخص الوصف، تكوين التجهيزات، توصيل تنفيذ المشروع، مهام تنفيذ المشروع، مطلوبة إلى آخره. هذه كلها مطلوبة. قبول أو رفض التطبيق، طبعا تقدر الإدارة الفوائد والتكاليف المتوقعة من النظام، فإذا كانت الفوائد المتوقعة تفوق التكلفة فإنها ستعتمد تنفيذ النظام. واضح متى يتم إعداد؟ إذا كانت الفوائد المتوقعة تفوق التكاليف المتوقعة فإنها ستعتمد تنفيذ النظام، علما بأن اتخاذ القرار باعتماد النظام والسير نحو مرحلة التنفيذ من أخطر القرارات طبعا يعتبر، وأهم لأنها ستزيد من عدد المشاركين في النظام ولا بد من أخذ بعين الاعتبار. ثم مرحلة التنفيذ، المرحلة الأخيرة، نقصد بالتنفيذ هو امتلاك وتكامل الموارد المفاهيمية والمادية التي تنتج نظام كامل أو تكاملي. الصح. خطوات ومرحلة التنفيذ، التخطيط للتنفيذ، الإعلان عن التنفيذ، الحصول على موارد الأجهزة، الحصول على موارد البرمجيات، ثم تجهيز قاعدة البيانات، إعداد التسهيلات المادية، تثقيف المشاركين والمستخدمين، ثم التحول إلى مرحلة التنفيذ، ثم طرق أداء التحول الفعلي للنظام الكامل، منه التحول الاستطلاعي أو الاسترشادي، وهذه رسمة تدل عليه، والتحول المباشر، التحول المباشر، ونقصد بالتحول المباشر بأنه
استعمال النظام القديم في نهاية عمل يوم واحد وابتداء عمل النظام الجديد، وتطبيق هذه الطريقة في الغالب في الشركات الصغيرة تطبق أو النظم الصغيرة. ثم أو التحول المرحلي. طبعا أنا من الناس الذي يؤيدوا عملية التحول المرحلي، بمعنى أنه يتضمن إخراج النظام القديم تدريجيا جزءا جزء واستبداله بالنظام الجديد بذات الوقت. هذا هو التحول المرحلي. ثم عندنا التحول المتوازي. يتضمن التحول المتوازي تشغيل كل من النظام القديم والجديد بشكل متزامن، وعند التأكد من السيطرة على النظام الجديد يتم التخلي عن النظام القديم. وهذه أيضا طريقة اسمها التحول المتوازي. ثم مرحلة إن إرشاد التحول هي نهاية جزء التطور من دورة حياة النظام، حيث تبدأ مرحلة استخدام النظام. مرحلة الاستخدام User Phases تعتبر مرحلة استخدام النظام من المراحل الهامة التي تحدد مدى تحقيق النظام للأهداف الموضوعية، وتشمل مرحلة استخدام النظام خطوات مراحل استخدام النظام. مراحل استخدام النظام: أولا خطوات مراحل استخدام النظام، بمعنى يستخدم المستفيدون النظام لمقاومة أهدافهم المحددة في مرحلة التخطيط. تدقيق النظام: إدامة النظام، تتضمن إدامة النظام التعديلات التي تجرى على النظام لإزالة أي أخطاء إضافة قد تحدث في بيئة النظام، وتتطلب تغيير في التصميم أو البرمجيات لفهم المتطلبات المستجدة لمعالجة البيانات، وتعد التعديلات التي تجرى على النظام في هذه الحالة إدامة النظام. طبعا من أسباب إدامة النظام تصحيح الأخطاء، الحفاظ على النظام صحيح، تحسين النظام. ويعطيكم العافية، ويجب عليكم أن تحلوا هذه الأسئلة نهاية الفصل لكي تستفيدوا منها يعني إن شاء الله تعالى في الاختبار. ويعطيني ويعطيكم العافية، وشكرا لاستماعكم. وبذلك أنهينا الفصل التاسع، وهو منهجية تطوير نظم المعلومات. ويسأل استفسار التواصل على الواتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.